يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس أكثر من مليون ومائة وثمانية وخمسين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة أكثر من مائتين وتسعة وستين ألف شخص